اهلا بيكم طبعا في الاول. طبعا زي ما انتم شفتوا طبعا في الفيديو، كنت قاعد انا وياسمين في الدين في قريه اسمها ستيلا في الساحل. لقينا في حد جاي لنا من السكان المالكين يعني في القريه، جيراننا يعني، وبيقولوا لياسمين اطلعي بره، شكلك المايو اللي انت لابسه ده ما ينفعش تنزلي بيه هنا في البسين في القرية. فطبعا زي ما شفت في الفيديو حصل، يعني اتضايقنا جدا، والموضوع يعني واضح ان هو فيه عنصرية كاملة، يعني ما فيش، ما نقدرش نختلف عليها كلنا بعد اللي شفناه. فطبعا انا بشكر كل الناس يعني اللي وقفت جنبنا، والموضوع يعني انا ما كنتش متخيل في 3 ايام ان مصر كلها تشوف الفيديو، ومصر كلها تشوف البوست وتعلق عليه بالايجابيه دي، ويحصل تغييرات. دي كلها حاجه والله العظيم انا بجد فرحان جدا، وانا متخيل ان شاء الله بجد مصر الفتره الجايه ان شاء الله هنبقى في حته تانية، في حته فيها ارتقاء، الناس هتبقى عندها تفاهم، ما حدش هيحكم على حد، ما حدش هيحكم على لبس حد، ما حدش هيحكم على جسم حد، ما حدش هيحكم على لون حد او دين او وات ايفر. العنصريه يعني ما بتتجزاش. فهو ده يعني كان الموضوع باختصار، يعني طالعين نتبسط نغير جو في هدوء تام، يعني قاعدين في البسين لقينا فجأة 6 جايين بيقولوا لنا لا ما ينفعش اللبس ده، وخروجي بره كانها عاملة جريمة يعني. فالموضوع طبعا اتخضينا، ما عمرنا ما كنا نتخيل ان الموضوع زي ده يحصل معانا. يعني انا طول عمري بسمع الكلام ده من سنين، بس كنت بسمع، عمري ما كنت اتخيل ان الموضوع يكون بجد، يعني الا بقى لما لقيته يعني قدامي وبيحصل لي فجأة. بيقولوا لمراتي قدامي، انا عايز اي حد يحط نفسه بدالي، يعني لو انت معاك مراتك في الميه او مامتك او اختك، يعني هو ايفر مين قاعد وحد بيقول له اطلع بره انت مش عاجبني شكلك. يعني انا مش بتكلم على الحجاب، او بتكلم على اي حاجه، لا انا بتكلم كلبس حتى، انت مش عاجبك لبسي فبتخرجني بره عشان لبسي مش عاجبك. ده يعني ما ينفعش خالص حد يرضى بيه خالص يعني. وده انا التصرف انا شايف انه المفروض ان هو يتلغي من مصر، وانا اعتقد ان طلع قانون انه بيمنعه تماما، اي حد يعني اي حد هيلاقوه بيتكلم كده او بيتكلم باللغه العنصريه دي هيبقى يكون هيتعاقب على الموضوع ده. وطلع وزير السياحه طلع واصدر بيان ان كل الناس اللي تنزل بعد كده في اي اوتيلات او اي حاجه في البحر بالبوركيني عادي، مفيش اي مشكله. وده معناها ان احنا كلامنا بيوصل الحمد لله، وهو ده اللي انا كنت خايف منه، الاحسن نكون كلامنا ما بيوصلش. لا الحمد لله كلامنا بيوصل والناس لسه بخير، وانا والله العظيم بجد انا مبسوط جدا من كم التفاعل اللي حصل، وهو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا عايزينه في بلدنا فعلا، ان احنا فعلا صوتنا يتسمع. لقيت السكيورتي جاي، هم طالبينه كمان، وجاي عايز يطلعنا من المايه، يعني بيقول لي انت اونر ولا انت مأجر ولا ايه؟ ده اول سؤال جه. فانا قلت له يعني هتفرق في ايه؟ يعني انا يا عم اونر ماشي، بس انا لو انا مش اونر يعني هتفرق في ايه؟ يعني السؤال ملوش دعوه خالص بالموقف. يعني انا مثلا حتى لو انا جاي مأجر فانا دافع رقم كبير، لان المكان معروف، مكان محترم، يعني اكيد هدفع المبلغ ده عشان اقعد اقضي اجازه سعيده انا واولادي ومراتي. اكيد مش هقول لمراتي او بناتي لو محجبين ما تنزلوش الميه عشان هم رافضين. احنا مش ده، احنا بره ما بيتعملش معانا كده، احنا سافرنا كل دول العالم، اقسم بالله ما فيش دوله في العالم تبص بس على مراتي وهي نازله الميه بالبوركيني ده، ما فيش. ليه؟ لان عندهم ما حدش بيجادج حد، ما حدش بيحكم على حد. فلا انا طبعا اتخضيت، انا اتخضيت من الموقف اللي شفته بصراحه، وشفت الامن كمان كان متنرفز وطالع بيتكلم كانه يعني بيدافع عن الناس التانيه. قلت له انت باي حق بتتكلم بالطريقه دي؟ وهو مين اللي غلطان اصلا؟ طبعا لما لقى ان احنا طبعا ملاك، و ابتدى يرجع لورا وابتدى يهدى، وابتدوا هم يتكلموا مع بعض لحد ما لقوا ان الناس كلها بصراحه وقفوا وقفه مش طبيعيه. الناس اللي معانا في القريه مسيحيين ومسلمين وقفوا وقفه يعني جميله تفرحك. لقيتهم جايين بيقولوا لا انتوا اللي غلط وانتوا صح، وكفايه جهل وكفايه عنصريه، ومفيش حاجه حصلت غلط عادي، ده سويم سوت زي اي سويم سوت بينزلوا بيه، البوركيني ده يعني مايو عادي طبيعي زي اي مايو، مفيش اي اختلاف. هم قعدوا يتكلموا على القطن، ومش ده قطن ما ينفعش وبيعمل ميكروب، بيحاولوا يدخلوا باي موضوع تاني بس مش ده الموضوع. طبعا هو الموضوع سويم سوت عادي، والناس دخلت بيه، والناس بتنزل بيه في كل حته في العالم، وماركات عالميه بتنزل الديزاين والمايو ده بيتنزله، فحاجه معترف بيها يعني، مش حاجه هتلوث المكان خالص يعني، هي بس عشان خاطر المنظر العام يعني مش عاجبهم، يعني عشان هم في
في مشكله بقى واضح ان هي من فتره طويله، وما زلنا يعني كنا بن وطبعا انا سمعت برضو في كذا قريه برضو اسامي برضو قريات برضو محترمه كاتبه كمان في التعليمات. يعني احنا عندنا في القريه في ستيلا مش كاتبين تعليمات خالص اي حاجه في البوركيني والكلام ده خالص، فده في قمه العنصريه. والاونرز اللي ماسكين او الناس اللي ماسكين القريات دي، لا لازم الدوله تاخد معاهم قرار، لان ده مش احنا في مصر يا جماعه، احنا مش في دوله اجنبيه حتى، ولا حتى الدوله الاجنبيه ما حدش بيعمل الكلام ده خالص. فلا نفس الكلام ده تطبقه بقى على كل حاجه، المطاعم والكافيهات اللي بتمنع المحجبين ان هم يخشوا عشان المنظر او عشان في حاجات كتير قوي في مصر فيها الكلام ده، وطبعا كل الناس عارفه الكلام ده. فاعتقد ان ده بدايه، ويا رب ان شاء الله ما نوقفش ونكمل ويبقى لينا والناس فعلا تاخد قرارات وقرارات صارمه. يعني ما لهمش دعوه خالص من الموضوع، تاني يوم بييجوا يكلموا ياسمين مراتي وبيجايبين لها شوكولاتات وبيقولوا لها احنا اسفين، والناس دي ما بتمثلناش خالص اللي في القريه دول، واحنا بجد مبسوطين ان انت معانا وبشخصك واخلاقك الجميله دي، وجايبين لها شوكولاتات لافته جميله جدا. يبين لك قد ايه ان لا يا جماعه هي ملهاش دعوه خالص ولا بالدين ولا بالشكل، هي الاخلاق، ومحدش يحكم على حد ومحدش يخش يتكلم عن حد، كل واحد في حاله. احنا بقينا في 2020 يعني خلاص، يعني عدينا زمن الجاهليه ده من زمان، كل واحد حر في بيته وفي نفسه ومحدش يحكم على حد، واحنا بنطالب بالحريه. فما ينفعش ان احنا نطالب بالحريه ونلاقي بعد كده الناس بتقول لنا لا كمان، يعني يخشوا بقى يدخلوا في حياتنا يقولوا لنا لا اقلعوا وانزلوا، مش عارف لو عايزين تنزلوا بالمايو او مش عارف. انا حر، مراتي تنزل بالمايو ما تنزلش بالمايو، هي حر، محدش يتدخل، يعني محدش يقبلها على نفسه او يقبلها على بيته او على والدته او على اخته. في الاول اصلا يعني انا على طول كنت بقول لمصطفى انا ما بحبش انزل بالمايو ده، بحس ان في نظرات كتير ومش عارف ايه، وما كنتش على طول بتشجع ان انا انزل بيه. السنه دي بقى اتشجعت عشان بنتي، كنت عايزه انزل معاها، فقلت خلاص بقى هنزل بول عادي. وكده كده في القريب في الشروط بتاعه البول ان ما فيش حاجه بتمنع المايو الشرع، لان لو كانت الرولز بتقول غير كده كنت بصراحه مش هنزل. فنزلت وعادي قاعدين في البول وبنلعب مع ليلي وكده، وفي الاخر دخلوا علينا لا احنا ما بنسمحش ان انتوا تنزلوا بالمايو ده وبالمنظر ده، ما ينفعش مش عارف ايه. وهم ساعتها كلموا بقى حد من الامن بقى وسخنوه كده، فهو جه اتكلم معانا بالطريقه دي. بس في الاخر رجعنا الاداره وسالناهم عن موقفهم في الموضوع ده، قالوا لنا لا احنا مش بنمنع البركيني خالص، وتقدروا تنزلوا بيه في البول او في البحر، بس يبقى مايو، يعني يبقى خامه المايو دي اهم حاجه. كانوا سبورتيف قوي لينا ويعني خلاص طلعونا من المود اللي احنا كنا فيه بسرعه. يعني كذا حد قال لنا الكلام ده بيحصل كل سنه، لا احنا مش عايزين يحصل كل سنه، يعني احنا جزء وجزء كبير من المجتمع هنا، فما ينفعش نبقى بنتعامل بالطريقه دي. وعايزه اقول بقى البنات المحجبات، في كان زي يعني زي بنات زي كتير قوي بيخافوا ينزلوا بيه، فلا خلاص انزلوا براحتكم وبسطوا مع اولادكم، مع يعني بسطوا براحتكم، لان ده حقنا في الاول وفي الاخر. ما ينفعش نقول جايبين شاليهات وحتت وبتاع وفي الاخر ما خايفين ننزل، لا خلاص يعني احنا عدينا المرحله دي. و عشان المنظر العام، يعني هم ربطنا بالمنظر العام، يعني كده يبقى احنا كلاس يعني او كده حاجه نظيفه. ده بيبين لك قد ايه العنصريه بيوصلوا ايه للاجيال اللي جايه، يعني نفضل كده ما ينفعش. يعني احنا اللي يلبس نوصلها بقى ندخلها في حته، اللي يلبس بقى الحجاب، اللي يلبس البركيني ده، كل ده حاجه يعني مش ظريفه، مش حلوه يعني. فده مش ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين كل واحد في حاله، دي ملهاش دعوه بدي. الاخلاق هي الاولى يعني.